ايه يا توامي؟ بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحه ما جربتش يا باشا، بس هي صعبه شويه. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ يا باشا نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر ان شاء الله يا باشا، النهارده احسن من امبارح. انت بتعمل ايه يعني كده؟ مرن. تتمرن؟ اه. طب تعال، عايزك امشي قدام. ماشي. ها شد عيالكوا يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا. وانا بقول لك تعالى يا باشا، ما انت كل اللي بتنده له بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك، وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟ تعال يا ابراهيم. لا 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 لا، فوق كده وصحصح معايا. يا باشا ما احنا بنصحى من 5 الصبح ومقضيناها جري ونط وبهدله، هو احنا هنسرق بنك ولا هنروح نلعب الجزائر؟ طب اقعد يا ابراهيم اقعد. بص انا عارف انك انت بتتكلم عبري كويس، انا عايزك تحفظ الكام صفحه دول زي اسمك. وده سيدي في طريقه النطق بتاعتهم الصح. من دلوقتي مش عايزك تتكلم ولا كلمه عربي. اصحى معايا، انت بتنام وانت قاعد. يا باشا انا معاك. انا عارف الكلام ده كله يا باشا. انا كنت شغال ليل نهار معاهم في شرم، وكمان كنت بروح اجيب افواج من تل ابيب واجي تاني. ما تقلقش انت بس. انما احنا ان شاء الله هنبدا العمليه امتى؟ العمليه هتبتدي لما انا احدد. اتفضل. يزيد فضلك يا باشا. اتفضل قوم، مش اتفضل نام. تعالى رايح فين؟ خد الحاجات دي. بتاخد ايه؟ خد البيت ده. النبي ما تقلق، ربنا معانا ان شاء الله. We'll be right back.
أولاد العملية هتبتدي النهاردة. تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة.